الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان ركن ينقسم بعد ركن ركن الإسلام أدلة بواس رمضان نعم الصيام ينقسم إلى قسمين صيام فرض وصيام نفل بواسة تربجي من جديد دوا بجيان أدلة بواسة سنة دين أدلة جوجا بواسة واجب صيام الفرض منه صيام رمضان بواسة واجب دين ترى أدلة رمضان يجب صيام رمضان على كل مسلم واجب وسرمضان رمضان مسلم عاقل براكل بالغ كبير وليس بصغير balik dan bukan seorang anak kecil. Qadir li Mampu untuk melaksanakan puasa dan uh, tidak uh, yang artinya tidak diwajibkan kepada yang tidak mampu dari kalangan orang-orang tua. Musafir. Dan dia bermukim dan tidak tidak sedang dalam kondisi safar. -nifas. Wanita terlepas dari حيد النفاس نعم يمسك عن المفطرات من اذان الفجر الى اذان المغرب والله اعلم مناهني من من segala sesuatu yang membatalkan puasa dari اذان صبح sampai اذان المغرب والله اعلم